عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024. يشمل برنامج الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل تتناول قضايا حقوق المرأة وتمكين الشباب وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من استراتيجيات رفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. المجتمع المدني شريك حيوي في حماية حقوق الإنسان، نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراقبة تنفيذ حقوق الإنسان، بل وشريك قوي في تنفيذ حقوق الإنسان من خلال الخدمات اللي بيقدمها المجتمع المدني للمواطنين. عندنا مجموعة من المحاور الهامة بنتكلم فيها. مؤتمرنا النهاردة هيتكلم عن دور منظمات المجتمع المدني في متابعة إنفاذ حقوق الإنسان في الدولة المصرية. بنتكلم كيف تعمل منظمات المجتمع المدني على دعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية. هنتكلم عن حقوق الشباب من مختلف الزوايا. هنتكلم عن حقوق المرأة والطفل. الحقيقة الملتقى ده ملتقى مهم جدا، لأنه بيجي بعد 3 سنين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونص الاستراتيجية على إدخال تعديلات تشريعية في 41 قانون، منها 11 قانون جديد، كمان إنه بيجي في إطار حالة الحوار الوطني اللي أطلقها السيد الرئيس ودعوته الحكومة لتنفيذ عدد من مقترحاتها. إحنا جايين النهاردة نشارك في طبعا منظمات المجتمع المدني، حابين نشارك، حابين نقول رأينا في القوانين الجديدة في حقوق الإنسان، حابين نكون موجودين بنشارك نقول رأينا، نكون عارفين ان الحقوق القوميه لكل مواطن مصري. حقوق الانسان ده حاجه مهمه جدا، حاجه معترف بها دوليا، لازم ان احنا نطبقها، لازم نكون منظمات المجتمع المدني كلها متكاتفه في تطبيق القوانين الجديده.